مزيكا فام الإذاعة الأولى في تونس. 48 دقيقة صلح أبيض مع سكوحي. فخ 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 فخينا كل نشاط نفتح عينينا ساعد بعض أو على السفينة أو على الأرض في أجمل مدينة. انت حتبقى برا يا فخ فخ إن شاء الله زينة تمشي تشكل حكومة وتزهينا ما تكونش كيما الجملة رواعينا حتى الشهد منه فدينا. أي مرحبا بيك سيرياس ادخل بسيخ في مين باش البركة تحسن اللي قبلك كان تروه. أنت صحيح تحسك تشبه للشهد هكا شكلا بو أما فيك الأمل بالأخص زيدا نوابنا العزيز اللي يحبوا يسوتولك باش ما يخسروش من حد سكننا راه يكذب عليك لا ديمقراطية لا خط التونسي لا شيء خايفين على تونس. المهم توا احنا سيرياس نحبوا ننصحوك باش ما نزيدوش نضيعوا وقته بما انه انت بتكون رئيس حكومه هذا الشعب. اعز نصيحه ما تجيك كم الشعب التونسي الكريم. رئيس الحكومه جاي باش تنصحه كيفاش يجي شكل الحكومه. يا خويا انا حكيت لك فهمتني رئيس الحكومه ننصحه بالحق فهمتني يلزم يتعامل مع الحكومه هذه كانه راجل يتعامل مع صاحبته من الاخر. يا ولدي الشعب التونسي راهو بالحب اعتبرها صاحبتك يا اخي ادللها وادلك كي تغشش رضيها وما تنساش في الاعياد والمناسبات ورد بالك تهمل دارك وخليك في خدمه العائله الكبيره مش عائله ولا زوج صغار. بو بالطبيعه سيرياس ما غير ما نوصيك تشكل الحكومه ما نغلطوش فك نسبه انساه في الحكومه يعني مش تقول راه 40 بعد الحكايه تطلع فشوش في عقلك احسبها هاوك اللي في مينيستر يعملوا لك زرده كان يفوتوا انساه 50% يا ولدي بالشماريخ فك القصبه. الحاجه الباهيه انه ما عندكش شلاغم وهذا ممتاز بدايه جيده وهذا يأكد على صحة اختيارك لهذا المنصب خاطر ماك تعرف ما يحبوش واحد مشلغم ياكل يتشلغوه مش عمل في قانون المالية في المشاورات. أنا عرفت أنا قابل كيسحين وكبراتك هورة ما تبديش هكية وحدك وحدك حالها سالون دو تي وهو فلين وفلتين هاو بشناق هاو حبوب هاو سمير لوسيف ماهوش كاستينج. اي يجيك المراه ما تسربيش تي خاطر هو اللي فضح الجمله راه هو اللي بدا حكايه التي هو اللي لانسيها او كفرح بيه سربي حاجات اخرى تصرف. اما وانا نقول لك حاجه تفاوض معاه بنهار اثنين وقول له راني صايم تو يحشم ويسكت وتفكر يا سيلياس اقل عدد ممكن متاع وزره ماهيش رحله راي العين دراهم باش تعبي كارو تنده قلل ودلل من 2011 نستهلكوا في الوزره تقول شحرابش باش نتيحوا بان راه. اما هل هناك كلام اخر يا سيد المواطن باش تنصح الياس الفخفاخ رئيس الحكومه القادم كي باش يجي هكا يشكل حكومته ويختار الوزراء نتاعو؟ ننصحه ونحب ياخو كلامي يزدم وحده يعمل على روحه سيرتو يخبيها على عينين رد باله هكا يبدا مطيشها وين يجي وما تعرف راهو عينين وهذه حاجه نعرفوها يخبي يشم وخبي يعمل بلاصه هكا ما نعرفش في جلاس في داره مش يخبيها ما يبينهاش ويكون سنديد واقف مليح على النصبة وكل شيء ما هو فهمتك الجرحة والشجاعة وهذا هو يكون راجل سنديد أسد يكون سيد يقود. لا ما تكون السيد طالق شغلوش يجيبك على برا السيد لا اختانا أخوي خليه ذاك سيبا تجربة وتعديل. ونصيحة أخيرة ما تشربش الجواجم يمكن خطر تراوجك أنت وجماعتك نعرف اللي أنت كاو تحب الجواجم أكيد الجواجم اللي هي الجواجم اللي هي مش أما قوية عليك تجرب تقوى عليك كان يشربها برشا ما تعرف مشاورات يقابل برشا عبيد وأنا ننصحك امشي لمصر واشرب فخفخينا فخفخينا كل نشاط نفتح عينينا ساعد بعض لو على السفينة أو على الأرض أجمل مدينة.